في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تأسس مقر لجيوش الإسلام بالقرب من ثغور الإمبراطورية الفارسية. كان جنود الدولة الإسلامية الفتية يشنون الهجمات على بلاد فارس من هذا المقر الذي أصبح شيئا فشيئا محورا لكل تحركات الجيوش الإسلامية، ثم صار مدينة كبيرة اسمها الكوفة. وخلال عهد الخليفة الثاني وفي زمن خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب عليه السلام، كانت الكوفة بؤرة لتوترات سياسية خطيرة. من الذين تسلموا زمام الولاية في الكوفة عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص والوليد بن عقبة، وكان الأخير أخا للخليفة الثالث عثمان بالرضاعة، وقد استغل قرابته من الخليفة ليجعل الكوفة مائدة سائغة لنزعاته الجشعة. مسجد الكوفة، العقد الرابع الهجري. استدام؟ توقف، انحني، اجلس. كن كلبا، كن كلبا، كن كلبا، الحق الحق، كن كلبا، كن كلبا يا هذا. الخالق، كنت أعلم أنك ستندم أيها الأبله. السيف وردان.
قاطع يا وليد. سيف أمير المسلمين يقتله، وسحر الساحر اليهودي يحييه، فمن الخاسر منا يا ترى، الوليد أم الساحر؟ افتحوا عيونكم بدل أفواهكم، آدمي اضحك، ابكي. أترون؟ يعرف الضحك والبكاء مثلكم، فرقه الوحيد عني وعنكم جريرته التي حكمت عليه بالموت قتلا، أما ما هي جريرته فلا علم لي، حكم عليه أميركم المسدد المطاع أمير الكوفة الغراء بأن يضرب عنقه، وأريد الآن أن أطلب له الشفاعة، أضرب عنقه لأطيع فيه أمر مولاي الوليد، ثم أحييه لأذيقه رحمة الساحر وعطفه. أنت بعد اليوم من العجائب أيها الحيوان، لا بد لك من الموت كي تحيا، فمت إذن. تمهل أيها الساحر. الموت والحياة من شأن الخالق أيها الساحر، إن كنت صادقا ابعث أجدادك إلى الحياة، أنت بسحرك وهو علم الخداع إنما تعرض بخلقة الباري أيها المشرك. أميران في الكوفة ولا ندري، واحد يكرم الساحر ويعزه، وواحد يسميه مشركا، أيفخر الساحر بسحره أم يخاف؟ هذا أنت يا جنوب، استغفر استغفر، التعريض بأمير الكوفة تعريض بأمير المؤمنين عثمان. بل أفرح بنهي عن المنكر. عليك أنت أن تستغفر لارتكابك الفعل الحرام. أتمدن للناس مائدة الفسوق في بيت الله؟ هل المسجد مكان للسحر أم للذكر؟ لا المسلم راهب ولا المسجد داير. لم يطلق المسلمون الدنيا يا جندب لذكرهم ساعة ولنفوسهم ساعة. مكان الذكر محراب المسجد لا صحن المسجد. هل تراك آثما إذا تبولت في دار خلاء المسجد؟ إنما تضحكون على ذقون اتخذ دينكم هزوا. ماذا لو ارتكب أحد الزنا في صحن المسجد؟ ماذا لو سجد فيه مشرك لهبل؟ وضعت قدميك في نعلين من النار. استغفر، إن السحر يسحر الناس ويذهب بدينهم. لم نفعل إلا أن شاهدنا السحر. الساحر اليهودي لا تجري عليه أحكام المسلم. إننا دخل الساحر حريم الله بأمرك، مع أني صاحب رسول الله، ولكن حينما شاهدت ساحرا يدخل في فم حمار ويخرج من دبره ارتعدت فرائصي. ألم تخشى أن يبهت مسلم لسحر الساحر فينكر الخالق؟ ألهو هذا أم شرك في الدين؟
انهض أيها المسكين، انهض. موسى كان معجزة موسى، وما العصا والثعبان إلا صوت الله على جهل الآدميين. انهض. إن كل من ينكر السحر فقد أنكر عصا موسى وثعبانه، وكذلك إحياء عيسى للموتى، ومن أنكر هذين فقد أنكر الله. لا تكفر يا هذا، ما فعله موسى وعيسى لم يكن سحرا، إنما كان آية الوحي وإعجاز النبوة، وأنت تريد أن تقتل هذا الرجل ثم تبعثه حيا؟ فهل الموت والحياة من أمر الله أم من أمرك أنت؟ علم السحر من علم الغيب، فمن علمه علم بأسرار الخلقة، ومن علم أسرار الخلقة قادر على المعاجز. تبا وبعدا لمكر الحاقدين المعاندين، بدعواك هذا جرى عليك حكم الكافر الحربي. أتريد أن أكشف عن كذبك؟ ليس بمقدورك يا هذا. انهض، انهض وأحي نفسك، انهض وأمت عدوك، امنح الخلد من تشاء، انهض. أين هو إعجازك؟ أين ثعبانك وعصاك؟ انهض. اقتلوه، اقتلوا هذا المجنون. تمهل. زعيم الناس. أتقتل صاحب رسول الله يا وليد؟ الدم قصاص الدم. إنما قتل ساحرا ضالا. ما كان الساحر إلا دما ولحما وعظاما. وهل كان من قرابتك أم على دينك؟ كان آدميا. أيها البدوي العاصي، أتحرمون السحر في بيت الله وتحلون فيه سفك الدماء؟ هل المسجد حرم آمن للناس أم لا؟ أيها الناس، إذا حكم قاضي قضاة الكوفة بقصاص الصحابي جندب، لم يكن من الأزد إلا الطاعة. أسرع يا وردان بإخبار ابن مسعود، أسرع. أسرع، أسرع يا شيخ. أعوذ بالله من نائبات الدهر. ما لك لم تسلم يا وردان؟ أرأيت من الناس في هذا الزمان من يسأل حال إخوته؟ إما أن يغتاب بعضهم بعضا، أو يبيع إبلا ليشتروا سيوفا. ماذا وراءك يا وردان؟ لما هذه العجلة؟ لقد ضج بنا مسجد الكوفة يا ابن مسعود، قتلوا الساحر اليهودي. من قتله؟ ولما قتله؟ جندب الأزدي. أسرع يا شيخ، لقد استلت الأزد السيوف. جندب الأزدي؟ أجل. ربنا أفرغ علينا صبرا.
أستغفر الله. ماذا رأيت يا جندو؟ رأيت الساحر جعل من نفسه بعيراً يمشي على حبل بين الأرض والسماء، ورأيته يدخل من فم الحمار ويخرج من دبره، وقد مسخ هذا المسكين كلباً وأراد ضرب عنقه ثم إحياءه تارة أخرى. لم أحتمل رؤية هذا السحر فقتلت الساحر. أيها الناس، هل فيكم من يشهد على ما قاله جندب بالصدق أو الكذب؟ يا شيخ، لا يكون الشهود من الأزد. هل من مواثيق تعطيها يا ابن مسعود بأن لا يرمينا الناس بنعالهم وأقدارهم إذا ما شهدنا؟ لا تتخرص ولا تضيع وقت الناس هدرا بأباطيلك، أنا أضمن ذلك. أشهد أن ما رأيته وعلمته لم يكن بشرا، وإنما بقرة لا خير فيها ولا منفعة، لم تعطي جفنة لبن سائغ ولم تحرث شبرا من الأرض. لا تضحكوا. أتسخر أيها النبي المشؤوم؟ ما في أقوالك كلمة حق واحدة أبدا يا هذا. يا أهل الكوفة، لا يشهد أحد من الأزد أو من بني أسد. لا يحتمل آياتي إلا الله، ولن يعيها إلا الله وحده. أنا أشهد يا شيخ، كل ما شاهده جندب شاهدته أنا أيضا. أليس في أهل الكوفة عاقل ولا بالغ يشهد لنا إلا أبو قطام؟ إنما بحاجة إلى شهاداتكم كي يبين لي الأمر وأبرم الحكم. يا شيخ، ليس بخاف عن الله، لقد رأينا ذلك جميعا. وأنا أيضا أصدق قول جندب. قل لي يا جندب، لما قتلت الساحر؟ سمعت من رسول الله أن جزاء الساحر ضربة سيف، وقد ضربته ضربة واحدة لا تنقص ولا تزيد. أنا أيضا سمعت هذا الحديث من رسول الله، فلا حرج عليك إن قتلت الساحر بضربة سيف واحدة، ليس عليك قصاص. أما سفكك الدم في حرم الله الآمن فذلك ذنب ارتكبته، وعليك الكفارة والتوبة. يا ابن مسعود، هل يصدق الخليفة هذا الحديث الذي ترمونه عن رسول الله؟ إن كنت في شك من قولي فاسأل الخليفة، فلا جدال أن فتوى الخليفة أبرم للأمر. حتى يصل رأي الخليفة من المدينة إلى الكوفة يودع جندب السجن. دينار، وردان، اضرب عليه السلاسل. انهض يا وليد، لست خلفا لعقبة إن لم تضرب علي السلاسل. إنما أنت ابن عقبة ذاك الذي كان يرمي أحشاء الكبش ودماءه على رسول الله. تحرك أيها المسلوب. دعني. أيها الناس، من بين 70 أسيرا للمشركين في بدر لم يأمر النبي بضرب عنق أحد إلا عقبة. دعني، اتركني وشأني. أيها المؤمنون، لم يسلم الوليد بن عقبة هذا إلا بحكم المؤلفة قلوبهم. لا تثقوا بقول من أسماه الله في القرآن فاسقا، إنه يسجنني اليوم ليقتلني غدا مكرا. قلت لك اتركني أيها الكافر، أيها المشرك. دع
دعني وشأني. يا ولي، قسما بالله، إن غششت فتوى الخليفة عثمان فلن ترى نفسك إلا أمام سيوف الأسد البتارة. أيها الناس، أيها الناس، قبيلة بني أسد حليفة الأزد، ونحن معهم مقاتلون. إذا أراد الوليد الخروج على حكم الله والرسول قاتلنا. هذا صحيح. انزل. دينار، أرأيت الجلبة التي أحدثها الأزد؟ لو كنت سجان الكوفة لحبسته في طامورة داخل طامورة إلى 7 طوامير وضربت عليها الأقفال. أنت حارس أمير الكوفة يا وردان، والأزد يطلبون الوليد. ولو كنت مكانك لبست 7 دروع على بعضها وقرأت على كل واحد منهما وردة. تحرك أيها المجنون. أتعنيني؟ إن لم تحكم بزندقتي وتضرب عنقي أجل أعنيك. هل كنت جائعا أم ظامئا؟ لست نادما. سجن أنبئر يوسف. أما سمعت بدار الجزاء؟ هذا هو. ما أفعل إن أردت قضاء حاجتي؟ لا يعطى السجين من الماء إلا ما يبل شفاه، ومن الطعام إلا ما يمنع موته، ولا يبقى شيء لقضاء الحاجة. اللهم إني راض برضاك، تقبل اللهم ضربتي. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حتى لو لم يسر حكم القصاص على جندب، فهل ينال من عامل الخليفة أمام الملأ؟ أنت ممن بايع الخليفة؟ اخشى الله. قاض عالم مثلك لابد أن ينظر صلاح الأمة في قضائه. إنك تعلم شيئا وتجهل أشياء. إننا قائمون بأصولنا. الأصول؟ النبوة من الأصول أم الفروع؟ أتسأل عن أصول الدين يا وليد؟ ماذا فعل النبي في صلح الحديبية حينما رأى الكفار معاندين في رفض نبوته لان لهم؟ أمر أن تمحى كلمة رسول الله من صحيفة الصلح. فهل كان هذا محوا لأصل من الأصول أم لا؟ كان رسول الله موصولا بالوحي، هو الرسول لا غيره، وللأصل أن يغير في الأصل ما يشاء يا وليد. المعاندون من مثلك يهدمون شوكة المسلمين وعزهم. ألا تخشى يوما تمزق فيه الفرقة راية المسلمين وهم على أرض كسرى وقيصر؟
عندها لا يبقى أصل ولا فرع، ولا أبقى أنا ولا أنت. ما أحسن معرفتك بالخطر، أما علة الخطر فلا. أتراني أنا علة الفرقة بنهي عن المنكر، أم أنت الذي تشيع المنكر؟ إنك عامل الخليفة، الناس تراك أنت مكان الخليفة وتقتدي بك. إذا عصيت بمقدار حبة جعلوا منها جبلا من المعاصي، لست وحدك فيما أنت فاعله. الناس يعرفون الخليفة بما يرونك فيه من القول والعمل ويشركونه في فعالك. لقد جعلت نديمك أبا زبيد النصراني وأخرجت له سهما من بيت مال المسلمين. أتراك عالما بحدود الدين وأحكامه؟ تأتي بالساحر اليهودي إلى بيوت الله ليسخر من دين المسلمين ومناهجهم. أبو زبيد، أبو زبيد، الساحر اليهودي. أبو زبيد كان نصرانيا فأسلم، وهل يحدون الساحر اليهودي على سحره وعبثه؟ أما كان ينبغي لي إظهار جريمته؟ قتل الساحر بحق لا بأس، من كان ينبغي أن يقتله؟ مجنون بني الأسد؟ اعتصاما برجال قبيلته وسيوفهم؟ لقد ماتت الجاهلية، لا ينبغي لرجل إشهار سيفه وإقامة الحد من نفسه مستقويا بقومه وقبيلته. إنما يتقوم أمر الناس بالتدبير لا بعصبية الجاهلية. عسى أن تكون في فعالك كما أنت في أقوالك. دعك من هذه، أنا خازن بيت مال الكوفة، وأنت مدين لبيت المال بمئة ألف دينار، وها قد انقضى على أجلك شهر كامل، ألا تريد أداء دينك؟ أمهلني حتى أقضي ديني. إلى متى؟ إلى أن أستطيع قضاءه. لا يجوز لي. لماذا؟ لست مستحقا لذلك. أترضى بحكم الخليفة بيننا؟ إذا كتب الخليفة حكمه بيده أجل. يا له من غمز مهول، لا تنل من مواثيق الخليفة يا شيخ، أنت من عماله. الخليفة ائتمنك على بيت مال الكوفة وجعلك قاضي القضاة فيها، أمن العدل أن تشك في كتبه؟ إن لم تكتب للخليفة كذباً ولم يسع في مروان، أطعت كل ما يكتب الخليفة وأنا شاكر، لن تجدوا في الناس أطوع مني. أنا عامل الخليفة ومروان بن الحكم وزير الخليفة، أتحسب أن الخليفة يستعمل على المسلمين من لا دين يردعه؟ التعريض بنا معصية للخليفة، وما هذا إلا نكث للبيعة. لم آتي كي أنكث بيعتي للخليفة، أمهلك ثلاثة أيام ترجع فيها مئة ألف دينار للخزينة يا وليد. السفيه يحسب أنها مئة ألف حصاة. هل داخلك الخوف؟ إنه رجل ذو سطوة يا أبا زبيد، كان من أقرب أصحاب محمد إليه. من كان صاحب وضوء محمد ويصفن عليه أمام قدميه ليس ضعيفا. كان يشتري الموت في الشوارع دون محمد ويحرسه إذا نام. لو كنت أنا في مقامه لكنت خطيرا مثله. ليس من الرفعة أن يكون المرء عبدا يا وليد. لمن يكون عبدا هو المناط،
ما زال في الناس جنوح للخرافة. علينا أن نأخذ حذرنا. إن كنت تعلم ما يجنح إليه الناس فلما دعوت الساحر إلى المسجد؟ إنني نادم كالكلب. ولكن من وجه لا بأس بما حصل. ما لم تخطئ لن تعرف أعداءك من أصدقائك. بدعوة ذلك الساحر تيقنت من هم أعدائي. إن كان معاوية ملكا مهابا في الشام فلأنه لجم أفواه الخصوم. بعضهم يلجم بالدنانير وبعضهم بالسيوف. وماذا لديك أنت يا وليد؟ لا دنانيره ولا سيوفه. بعدا لمن لا يثمر عوزه إلا الحسرة. عليك أن تمتلك إن لم يكن لديك. أنا إن خضعت واستسلمت لجندب الأزدي علي الخروج من الكوفة. وما أنت صانع به؟ غدا مساء نسقي رأسه المقطوع خمرة. أأنت قاتله؟ لن يعلم إلا أنا وأنت ووردان. وماذا تفعل مع الأزد؟ نقتل جندب ونجاهد الأزد على إعانتهم جندب في هربه من السجن. الجهاد؟ أترى أنني لست أميرا تعوزه الحيلة. لا تفعل يا مولاي، لا تفعل. سيفضح ابن مسعود حيلتك فيهم. لا تشتري شتم الصغار والكبار لك. هذا الشيخ الهرم طال بغيه علي. لو استطاع مروان بن الحكم عزله لكانت معجزة. ما لك أبا زبيد؟ مولاي، بنو الأزد لهم من الرجال أشدهم، أخشاهم عليك. وصف العيش نصف العيش. أشعراء ينشدون عن الخمرة لا عن الغدرة. أسمعنا شيئا في وصف حالنا هذه. هل في كأسك الخلد يا ساقي الروح خمرا؟ اقتل عقلي، فما انتفاعي لو كان لي عرش سليمان وبيد الريح وبأمري الشمس، ولو كان لي عمر نوح كان آخره التراب. أطلقني، أطلقني، فأنا أسير علمي ودرايتي، فأنا أسير علمي ودرايتي. أطلقني، أطلقني. أيها الفاسق!
من بين 70 أسيرا للمشركين في بدر لم يأمر الرسول بضرب عنق أحد إلا عقبة. يا وليد، إنما أنت على سيرة أبيك الذي كان يرمي أحشاء الكبش على الرسول. من بين 70 أسيرا للمشركين في بدر لم يأمر الرسول بضرب عنق أحد إلا عقبة. يا وليد، إنما أنت على سيرة أبيك الذي كان يرمي أحشاء الكبش على رسول الله. يا وليد، لم تسلم أنت ونظراؤك إلا بسيوف خلف أعناقكم. الدين الذي يفرضه السيف تذهب به الرياح. يا وليد، أنت فاسق بشهادة القرآن، كنت من المؤلفة قلوبهم. إذ أعطاكم الرسول ما أعطاكم وأنتم على ضلال، أصبتم من الغنائم سهما أوفر لتلين قلوبكم. مثلك يا وليد لم يؤمن بالله طرفة عين أبدا. التفت لنفسك بعض الشيء، ألست جائعا؟ بلى، أنا جائع، جائع. خذ. إذا كان جندب صاحب النبي يؤن هذا الأليل، فما يفعل سجانه دينار؟ ووحشته. في الدنيا رئيس السجن، وفي الأخرى رئيس الدرك والسافلين. كم ذا تسجد؟ كم ذا تسبح؟ كل حتى لا تموت. لست شبيها برجال الوليد. لعلي أشقى. جندب، قل لي من هم المؤلفة قلوبهم؟ جماعة أسلمت بلسانها وأضمرت الكفر في قلوبها. سيد هؤلاء القوم أبو سفيان الذي كان أحرص الناس على الإمر والثروة، بين حين وآخر كان الرسول يعطيهم الأموال والأعمال. عسى أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والله العلي العظيم، إني لا أعلم أن الوليد يأكل الحرام. كلما طلبني إليه شممت من فمه رائحة الخمر. قبل أن أسلم كنت أعقر الخمر، أعرف رائحتها في شاربها. ما لك تعمل له إن كنت عالما بجريرته؟ أنا في بيعة الخليفة، أرى فرضا على نفسي أن أطيع عاملة. إنما علينا مبايعة الله ورسوله وطاعتهما. الخليفة رجل محب لقرابته وأهله، ليت قرابته كانوا قوما صالحين. من فيهم الصالح، عقبة خصم النبي أم الحكم الأعظم؟ فضحت عقبة في المسجد، حدثني عن الأعظم. الأعظم لقب لقبه الرسول للحكم ابن عم الخليفة. حتى بعدما أسلم الحكم كان يؤذي الرسول ويقبح له وجهه سخرية منه،
فدعا عليه النبي أن يبقى على تلك الصورة كالأعضب، فأصبح الحكم أعضبا وبقي فكه يتحرك. أنا لا ألوم الخليفة على ابن عم كالحكم، فلا تثريب عليه. أبو لهب كان أيضا عم النبي. تبت يدا أبي لهب وتب. نفى رسول الله الحكم وأبناءه من المدينة وإلى الأبد، وعمل الخليفتان قبل عثمان بما أمر به رسول الله، ولكن بعدهما أميتت سنة الرسول وأوامره، فأغدقت الأموال على الحكم، واستؤزر مروان بن الحكم وأدني أبو سفيان بن عم الخليفة. ابنه معاوية وال على كل بلاد الشام، والوليد أخو الخليفة بالرضاعة وعامله على الكوفة. أترى؟ هو بل ولات ومنات في الكوفة والمدينة والحجاز، والبيعة للوليد ومروان وأبي سفيان. كل لست حتى بمنزلة الكلب يا ملعون. الكلب يأكل ويشكر صاحبه، يهز ذيله امتنانا ويلحس أقدامه ملعبة. هل نشست حتى رحت تعض قدم أميرك؟ اندم على ما فعلت. أتحتاج إلى مساعدتي؟ هل أعميت عيناك؟ ألا ترى كيف مرقت وجهه بالتراب؟ أتراني رئيس السجن أم تمثال أبي الهول؟ لأرينك سجنة تتمنى معه لو لم تلدك أمك. ايتوا به إلى المجلدة، لو عذبنك عذابا يتركك ساجدا على قدمي الأمير. جندب، جندب، ماذا تظن أن الوليد فاعل بك؟ لست أدري، لكنني خير من يدري. الوليد ماكر فاجر، وليس جريرتك عنده هينة. لقد نكلت به في المسجد، وقتلت ساحره اليهودي، وشهر رجال قبيلتك سيوفهم في وجهه. لقد سجنك حتى يقتلك مكرا وغدرا. راض برضا الله، قسما بالله، لقد كانت ضربتي عنق الساحر أخلص ضربة ضربتها. جندب، اخرج الليلة من السجن. ليقتلك الوليد مكاني؟ هيهات، إن كان لابد من دم يراق فليكن دمي دون غيري. لا تخف علي شرا، سأدبر الأمر بما لا يريب أحدا قط. لو علم رجال الأزد بالطريق الخفي للسجن سيشنون غارتهم على رجالي ويقيدوننا بالحبال ويطلقونك وينطلقون بك، وإذا علم الوليد شتم الأفلاك والأملاك. فما ذنب السجان إذا قيدوه وذهبوا بصيده غانمين؟ وسيكون نورا على نور إذا سرقك رجال الأزد في محضر من وردان ليكون شاهدا على ما حدث. كلا يا دينار، كلا، ستكون فتنة، وسيضرب الوليد أعناق خلق كثير بحجة فراري. غفلت يا جندب، غفلت. أأنت أقرب إلى الوليد أم أنا؟ أفأنت أدرى بطبعه أم أنا العامل له؟ لا يدان الوليد في حقده أحد من الناس. لقد امتشق الأزد سيوفهم في وجهه ولن يغفر لهم خطيئتهم أبدا. إذا قتلك الوليد وسوف يفعل، هل يسكت الأزديون؟
لقد أوقدت نار الفتنة من قبل، عليك التوكل. أنت زعيم الأزديين، أبقي على نفسك عسى أن تخمد الفتنة. إذن لم يكن علي ساكتا تماما. كل سنين الصبر هذه أثمرت أنصارا وأعوانا من مثلك. أيها الرجس، أنا هو خصمك. خصومي أنصار علي وشيعته، إذا شب أبناؤك حملوا السلاح وكانوا من جنود علي والذابين عنه. وردان، أصاح أنت يا دينار؟ السجان ينام وعيونه مفتوحة يا وردان. جوابك قاطع يا دينار. ما شدت لابد السماء الليلة، حجرتك مظلمة يا دينار. جل مشغلتي مع الأشقياء والمسجونين، أفلا تكون حجرتي مظلمة مثل قلوبهم؟ أم الإنس أم الجن يا وردان، بعد منتصف الليل وقت التقلب في الفراش وأنت تتجول في السجن؟ جئت أسترد الأمانة، لقد حرم النوم على الوليد لتحمله على صاحب رسول الله، فطلب إليه جندب ليعتذر إليه ويلطف به. لوحدك؟ ألم ترى أن رجال الأزد تقلدوا السيوف؟ فليلبسوها عندما يعلمون نية الأمير، سيضعون عنهم أثقالها. لقد زدت من عدد الحراس على السجن. أخفت على نفسك يا دينار؟ إنما أحذر من المتربصين بي، ولم أولي الدبر يوما ما. أنعم به من سبيل. ضرب عليكم الحصار، لا يتحرك منكم رجل. إنه نائم. أيقظ. انهض أيها العاصي، لقد طلبك الوليد. الوليد؟ ماذا يريد مني في هذا الوقت؟ لعله يريد إطلاقك. من ماذا؟ من قيد الحياة؟ كلا، من السجن. لقد ندم الأمير لتحمله عليك ويريد الاعتذار إليك. لو كان الأمر إلي ما أتيت. أسرعوا، هيا تحركوا، أسرعوا. حسنا،
استعدوا، لا تتحركوا. لا تتحرك. يا إلهي، يا له من سجن اللعين، سجن الكوفة هذا. لقد أحسست بالخطر. أهؤلاء كل من يحرس السجن؟ فأين باقي رجالك إذن؟ لست مثلك تحت إمرة جيش بعدته. هؤلاء هم كل ما لدي من الرجال. ومن على سطح السجن يعدل جيشا بأكمله يا دينار. هل خاننا حارس الباب أم السجان؟ لا هذا ولا ذاك. الوليد يعادينا في بيوتنا وطرقنا. نحن أعرف بمكامن بيوتنا من غيرنا يا وردان. قل لهم ماذا ينوي الأمير يا وردان. مهما كانت نية الوليد فلن يكون فيها خير الأزمين. لكن الوليد عفى عن جندك. حسنا، فلا حرج علينا في إطلاقه. إنما نأخذ معنا رجلا عفى عنه الأمير. قيدهم. لقد حالفنا الحظ يا جند. كان رجال الوليد يقمنون خلف باب السجن. لو كانوا داخل السجن لكانت مقتلة عظيمة. ياه، كانوا جيشا بأكمله. لا شك أنهم كمنوا هنا. ألست وحدك يا وردان؟ دينار، الوليد رجل ماكر واعتذاره سنان مسلول. قل لسيدك إن الأزديين لا يحبون سفك قطرة دم واحدة من أحد المسلمين. لن تمتد أكفنا إلى سيوفنا ما لم نقهر على ذلك. لنذهب. ماذا كان يفعل رجالك خلف باب السجن يا وردان؟ لو دخلوا السجن لسدوا عليهم الطريق. لست ممن يدبرون الأمور مثلك. لم أكن أعلم أن الأزديين عارفون بطريق السجن الخفي. هل أمرك الوليد أن تكذب علي يا وردان؟ كان أمر الوليد سرا. لما لم تخفل الباب الخفي للسجن يا دينار؟ لقد أخفلت الباب. أمطمئن؟ أتشك في صدقي؟ الشك من أركان عملنا يا دينا. الباب الخفي إما أنه كان مفتوحا أو مغلقا. إن كان مفتوحا كنت أنت الملوم لتركك إياه مفتوحا، وإن كان مغلقا فقد كسر الأزديون الأقفال من الخلف. إيه يا دينار، أتقر بأنك لم ترعى إحساننا لك؟ أخرست؟ تكلم. القرائن تنطق أن دينارا خان عهدنا. لقد زعمت أنك أقفلت باب الطريق الخفي، لكن الأقفال لم تكسر. أنت رئيس السجن يا دينار. لم يكن للأزديين أجنحة حتى يطيروا إليك. ما الذي جعلك تبيعني لجندب؟ أتخجل مني؟ أتعلم أي معصية ارتكبت بفظيع فعلك الذي اقترفت؟ كان جندب ممن نكثوا بيعتهم مع الخليفة. ربما أغراك بوعد من الوعود. لقد كنت محظيا بالمال والإمرأة، فزيغك لم يكن من حب الدنيا. وإن كنت تطلب العقبة فقد كان لك ذلك ببيعتك للخليفة. أية وسوسة حملتك على الغدر بنا؟ لعل للأزديين من الحسان الناعمات ما سلب لبك وأطار صوابك. قل حتى تخفف من أوزارك.
لا بد أن أعلم الآمال التي يخدع بها رجالي. أيها الغدار، يا لك من نجس يا وليد. خذه واضرب عنقه يا وردان، واصلب جثته اللعينة على باب الكوفة حتى يمطره الناس ببصاقهم. اكظم غيظك يا مولاي، اخشى مغبة ما تفعل. لا شأن لك يا أبا زبيد، ما عليك إلا أن تنشد مديحا في ركلتنا هذه. أسرع. انهار. يا وليد، قل يا دينار، أندمت خوفا من الموت؟ إنني رجل جبان غير مقدام، عندما طرقتني أطياف هروب جندب ارتجفت لها، ارتعدت، تمليت الأمر طويلة. لو كنت أعلم أن حيلتي ستنكشف ربما أحجمت، ولكن لم يكن. لا أخفي عليك إنني أجادل نفسي لأنتصر على خوفي. إنك تجازيني جزاء أؤجر عليه، ولن أضيعه بالعويل والسباب. الله تعالى ولي دمي، ولكنك كسرت سني، أريد قصاصه منك. اكسر يديه واقطع لسانه وجلب الخيل على جسمه الخبيث. لا تكفي هذا الكافر موتة واحدة، اقتله عشرة. قبضته اللعينة كانت كالصاعقة. ماذا وراءك يا أبا مورى؟ يعز علي أن يقبض على دينار. أين خطأكم يا ترى؟ لم يكن معنا مفتاح للدخول، كان علينا أن نكسر الأقفال، وإذا ما فتح الباب والأقفال صحيحة فلا ملوم إلا السجان. والله لقد كان دينار مخلصا في الدين، كيف رضي أن يقتله الوليد مكاني؟ دماء دينار دين عظيم. علي أن أعيش بعد اليوم بدل رجلين. لا طاقة لامرئ بحمل قلبين والعيش بخاطرين في هذه الدنيا. قبيلة الأزد مدينة لدينار،
عار عليها أن تسكت ولا تقوم لحماية مطلق زعيمها. يريد الوليد أن يخبر حميتنا. أريد لإطلاقه 40 بطلا بسيوفهم المزرعة. اغمدوها. إن هي إلا حرب العشيرة. لقد جهزتم الرجال، وأنا ومن باب الحيطة والحذر قبلت ذلك كي نستعد لغارة قد يغيرها علينا الوليد. ليس الوليد بأحمق. عليكم لإطلاق دينار أن تحاربوا جنود الوليد أينما كانوا، وبهذا يفتي الوليد بجهادكم ويغير عليكم دون إذن الخليفة، ولا يبقي لنا من باقية أبدا. لا حيلة لنا يا جندب. أتكون في الأزديين غيرة وحمية ودينار تقطع سيوفيات؟ أية غيرة وحمية؟ أنتم مسلمون، تلكم العصبية الجاهلية، وليست غيرة أو حمية. الأزد الأزد الأزد. علو الأزد أم رفعة المسلمين؟ لماذا؟ لماذا تسارعون إلى فتنة يسفك فيها المسلم دم أخيه المسلم؟ أنت زعيم قومنا، قل ماذا نفعل يا جندو؟ لو كان يرضي الوليد أن يعفو عن دينار بتسليم نفسي إياه لسارعت إلى هذا بلا فوت، ولكن للأسف لا يمكن الاعتماد على قول الوليد ولا فعله. سيستشهد دينار ويرحمه الله. وفريضتنا الصبر على المصيبة. جاء مالك الأشتر للقائك. أنقاتل أعوان الوليد؟ لا، بل يقاتلنا أعوانه. وما الفرق يا أبا مورع؟ الفرق أن الوليد هو الذي سيفتح باب اقتتال الأخوة دوننا،
حتى يصل رأي الخليفة إلى الكوفة؟ نحن أصحاب الجبال والصحراء يا فتى. الحرب يا أبا مورع، الحرب، نحن بانتظارها. السلام عليك يا مالك. وعليك السلام يا جندب. مرحبا بك يا مالك. أقسم بالله حينما سمعت هول ضربة سيفك أخذني الحسد منك. مرحى، أبليت بلاء ذكرني بما أبله علي في الخندق وخيبر. لا شلت يمينك يا رجل. كانت الكوفة البارحة حبلى بالفتنة، حتى سماؤها لم تكن على قرار. الحمد لله على سلامتك. لما خاطرت يا مالك؟ نحن خصوم أمير الكوفة الوليد، يعاقب الذين تهفو قلوبهم إلينا. خسئ الوليد، أمثال الوليد يريدون أن يحكموا كما حكم قيصر وكسرى، لكنهم لا يعلمون أن ظلمهم حطم كل الذي بنوه من الجلال والجبروت. لك رسالة من ابن مسعود. أخاف على حياته، حكمه أقد مضاجع آل أمية، كيف هو حاله؟ مريض كما عهدته، وقد زادت مفاسد الوليد من مرضه. يا جندب، أنت تعلم أن عليا حجة الحق، كان أقربنا جميعا إلى رسول الله وأعلمنا بكلام الوحي والتنزيل. علي داخل في بيعة الخليفة عثمان، وهو أعلم بعمال الخليفة منهم بأنفسهم. لا بد أنك فطنت لسر سكوته يا جندب. اعلم أن مروان بن الحكم يبلغ أخبار الأقاليم للخليفة، وهو الذي يكتب الأحكام له. فسارع إلى المدينة قبل أن يحكم مروان بن الحكم في نزاعك وقومك مع الوليد، وحكم عليا في الأمر. والله يا جندب، لو وضعت أم الكوفة حملها فتنة لكان السيف يصنع من القتلى صروحا ومن الجماجم جبالا. إذا كانت دية الدم دما عبيطا لم تر أمة محمد للخير وجها أبدا. عليك الإسراع يا جندب، أعد للسفر عدته قبل أن يصل مخشوش حكم الخليفة إلى الكوفة. لقد كشر الوليد عنا به بقتل دينار. هل قتل دينارا؟ وصلب جسده على بوابة الكوفة. آهاتك جمر وحملك جبل. آه أخي دينار.
اللهم احشره مع شهداء الإسلام في بدر وأحد. استغفر الله واتوب اليه. ها انت ذا مره في الشباك يا بني، لم تقف فتاه في عمرك من فلق الصباح حتى الغروب في الشباك امام انظار الناس؟ لا تخف يا ابا، ليس ما يسترق النظر في الكوفه سوى الوليد. الكوفيون كلهم مكفوفون، الوليد يبصر مكانهم جميعا في الكوفه. سبحان الله، عليك أن تعجن الخبز وتغسل الثياب وتعصر التمر وتطي الطعام، ما لك وعيون أمير الكوفة يا بني؟ خبزك غير مخبوز أم عجنته فاسدة؟ كم لك من ثياب غير مغسولة؟ إن كان ثيابك ممزقة أعطنيها لأخيطها. هل سألت نساء الجيران كيف يداوين جراح سرة الرضيع يا بني؟ أسألهن متى ما أصبحت أما. كان رسول الخليفة يا أبا، ها قد وصل حكم عزل شيخ الكوفة ابن مسعود. وما يدريك أنت؟ رأيت رؤية. ما لك عاودت رواية قصص النساء يا بني؟ أبتاه، هل صدقت أن الوليد أراد حقا حكم الخليفة ليجاهد قبيلة الأزد على بينة؟ جهاد قوم مسلمين؟ لا يكون الجهاد جهادا إلا إذا كان الخصوم كفار. القوم الذين ينكثون بيعتهم للخليفة كفار حتى لو شهدوا الشهادتين. هذا كلام لا يخرج من فم فتاة مثلك. أنت الذي علمتني ما يوجب القتال، أنسيت؟ النساء مرفوع عنهن القتال، الجهاد من شأن الرجال. عليك بدل التدبر في السيف والدماء أن ترومي فلذة كبدك، طفلك، ربيبك، لما لا تتزوجين أنت؟ هذا سؤال يسألنه الأمهات من بناتهن. أنا بنت ميتة الأم، ولدت أمي ذكرين فلم تمت، لكنها حينما أرادت أن تلدني صرت عزرائيل وقبضت روحها. أنا قتلتها يا أبتي، فأنا أعرف بالدماء. استغفر الله، ليتني أعلم كيف يجعل القدر من طفل بريء قاتلا زنما يا أبتاه. أتراك تعاندين مقادير الخالق يا بني؟ عليك بالصبر، تحت جلد الآدميين تتنفس شياطين تريد أن تذهب بإيمانهم. كلامك تفوح منه رائحة الكفر، إذا علمت نفسك مذنبة فقد عصيت ربك. حسنا، ماذا عن رسول الوليد وجوائزه؟ أراد الوليد رأي الخليفة في حد الساحر اليهودي. حد الساحر كان ذريعة. يعني أيجوز أن يحكم الخليفة بوجوب جهاد بني الأزد؟ لا حاجة بالوليد إلى حكم الخليفة كي يقاتل الأزديين. أو لم يقتل دينارا وهو مسلم بلا إذن من الخليفة؟ هل خاف؟ كلا، كان ناكث البيعة من الأزد عدوا جليا،
ولا أحد يخشى العدو الجلي. خوف الوليد من أعدائه المتسترين. من هم أعدائه المتسترون؟ ابن مسعود أحدهم. أبتاه، هل تأتم بالوليد في الصلاة؟ إذن فأنت واحد آخر من أعدائه المتسترين، ولا بأس عليه من سفك دمك. ليتك كنت رجلا يعرف السيف. والله لو اجتمع عقلك ورأيك مع السيف لمرغت ألف وليد في التراب. ليتك كنت غلاما يا قطاع. لو كنت غلاما لفعل بي إخوتي ما فعله أولاد يعقوب بأخيهم يوسف. رضيت بأني فتاة. أنتم الرجال تفاخرون بسيوفكم ولا تعلمون أن للنساء سيوفا أحد من كل السيوف. الليلة يقرأ حكم الخليفة في المسجد. إن كانت لك طاقة بسماعه ذهبنا إلى المسجد. ممن ورثت كل هذا الحسن والجمال يا قطام؟ يا إلهي اختم عواقب أمورها خيرا. حكم الخليفة، اقرأه يا ابن مسعود، اقرأ. ما لك تجهمت؟ لم تصدق ها؟ كنت تريد سؤال الخليفة عن حد الساحر. الخليفة حكم بعزلي. أفكنت ترجو أن يكتب حكم عزلي أنا؟ أي فرية افتريتها علي؟ أية أكاذيب كتبتها للخليفة يا وليد؟ ألست مسلما؟ لا تتهمنا. كتبت للخليفة أن فلانا يروي هذا الحديث في حد الساحر، فهل هو من الرسول أم لا؟ ليس إلا. فلماذا عزلني الخليفة إذن؟ لما لم يكتب شيئا عن صحة الحديث أو سقمه؟ كتب الخليفة بعزله إياك، لم يصدق هذا الحديث. لكن الخليفة أعطى الأمانة لجندب الأزدي، وهذه تبرئة للقاتل من الذنب، فهو تصديق للحديث. إنما عفى عنه بشفاعة علي، ألم تقرأ؟ قرأت. إن لم يكن حد الساحر ضربة سيف واحدة كان جندب الأزدي قاتلا، وعلي لا يكتم الحق، ولا الخليفة يقبل شفاعة رجل يعطل أحكام الله حتى لو كان عليا. لماذا حكم الخليفة بعزلي؟ لا تكثر الكلام معي، اذهب واسأل الخليفة. إذا رأى الخليفة صلاحا أن يولي يوما ويعزل يوما، أتراه آثما؟ أنت ومروان سعيتما بي لديه. لا أريد سماع هذا الجدال،
كن رجلا ثابت القول، خفف عليك من معاصيك. زبدة الكلام. إنني أعلم أنك قاضي الكوفة من بعدي. جزاكم الله خيرا، كان لحكم الخليفة بقية. أنت بعد اليوم خازن بيت مال الكوفة. ولا شأن لي بما يدخل أو يخرج من الخزينة، ابحثوا لكم عمن يكون حمالا للخزينة، إما أن أكون أمينا على بيت المال أو لا أكون. إن كنت لم أدعك تأخذ منه دينارا فوق حقك. أيسخطك حكم الخليفة؟ يسخطني ركوبك الباطل. كتبت كذبا وبهتانا للخليفة لتقطع يدي عن بيت مال الكوفة. أرأيت حب الإمرة يا أبا زويد؟ هذه هي النفس الأمارة بالسوء، انظر كم يجادل من أجل الرئاسة. رئاستكم لكم وحدكم، إنما رفع الخليفة جبلا عن ظهري. خذ. نيلك من كتاب الخليفة أمارة حزنك على ما فاتك. أنت وأمثالك تحسنون الموعظة، لكنكم أضعف الناس عملا. كتاب الخليفة رق وحبر، لا وحي منزل. إذا كنت حزينا إنما حزني على أموال المسلمين. أنت مدين لبيت المال 100,000 دينار، إن لم تشأ أن تقضي دينك أحرقت الكوفة على رأسك. وردان. نعم يا مولاي. اتبعه اتباع الظل، راقبه، لا يخرجن هو أو رسوله من الكوفة وأطرافها. تراقبني أيها الملعون، ماذا تريد؟ يا أعداء الله، هل استفزتكم رائحة الدماء؟ لا تقول يا شيخ، ما لنا ولخيرك أو لشرك. قل لي لما تسير خلفي أيها الوغد؟ لما تقتلون الأبرياء بأمر الأشقياء؟ لما قتلت دينارا أيها الخبيث؟ ألا تستحي من شيبتك هذه؟ لا أرينك الجحيم. أظننت أن بوسعك ارتكاب الفظائع مستقويا بسيدك الفاسق؟ ما بك يا شيخ؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ أين يا قطام؟ عبد الله بن مسعود في خطر. ماذا؟ عبد الله بن مسعود في خطر؟ ما لك تسمرتي هذه؟ أعطني الماء.
له من شيخ غليظ. تنحى جانبا. أأردت قتل شيخي يا وردان؟ هو الذي أراد قتلي. لولا أن حاله ساءت لشق صدري بعصاه وقتلني بها. أنت كنت في كمينه. وأنت كنت في كميني. لنذهب. مئة ألف دينار من أموال من؟ حتى لو وهبها الخليفة لما وهبها الله.